فحلقة النهاردة هنتسلق أعلى قمة في شمال أفريقيا ونزور تاني أكبر مساجد العالم ونتوه في جمال المدينة الزرقاء. فحلقة النهاردة من لف وشوف مع منفيس، هننصحك بأفضل 15 مكان تزورهم في المغرب. لف وشوف مع منفيس، لف وشوف مع منفيس كل خميس. 1. مسجد الحسن الثاني كازابلانكا، تاني أكبر مساجد العالم وأهم معالم المغرب الدينية. مسجد الحسن الثاني. بيشتهر مسجد الحسن الثاني بكونه أكبر مساجد أفريقيا، وكمان بامتلاكه أطول مأذنة في العالم بيبلغ ارتفاعها 210 متر. تم بناء المسجد جزء منه على الأرض وجزء منه على المحيط الأطلسي، وتم تصميمه على إيد المهندس الفرنسي ميشيل بنسو بمساعدة حوالي 10,000 من الفنانين والحرفيين. قاعة الصلاة هي الجزء الأكثر إبهاراً في المسجد بزخارفها وبوابتها ونوافير الوضوء المصممة بمنتهى الدقة. وبتسعى قاعة الصلاة ل 25,000 مصلي والفناء الخارجي ل 80,000. اتنين، ساحة جامع الفناء مراكش. عشان تعيش الأجواء الشعبية للمغرب وتختلط بسكانها المحليين يبقى مفيش أفضل من ساحة جامع الفناء. بتقع الساحة في حي المدينة في مراكش قدام جامع الفناء، وأثناء جولتك في الساحة بتقابل عروض التعابين اللي بتتراقص على مزامير الصحراء وبياعين التوابل والنعناع والمنتجات المغربية التقليدية والهدايا التذكارية. ومع حلول الليل بيبدأ عازفين الموسيقى البربر وراقصين الجناوة عرضهم في حاجة بيسموها المغربة حلقة. ده غير إنك ضروري تجرب المأكولات الشعبية من خلال الأكشاك المنتشرة في شوارع الساحة زي الكسكسي والطاجين المغربي، وتختم زيارتك بعصير البرتقال من على واحد من الأكشاك. 3. مسجد الكتبية مراكش. من أعرق مآثر المدينة الحمراء وأشهر معالمها بيقع مسجد الكتبية على مسافة 5 دقايق من جامع الفناء، وبترجع سبب تسميته لحي الكتبيين وبائع الكتب اللي أحاطوا بالمسجد عند بنائه، وتم الانتهاء من بنائه في عهد الخليفة الموحد يعقوب المنصور في القرن الـ12. بتبلغ ارتفاع مأذنة مسجد الكتبية 70 متر، الارتفاع اللي جعل المسجد أعلى مبنى في مراكش. وبيتكون المسجد من 17 رواق في اتجاه القبلة، وبتتسع قاعة الصلاة ل 25,000 مصلي. 4. حديقة ماجوريل مراكش. من أجمل الأماكن السياحية في مراكش لو كنت بتدور على لحظات استجمام هادية بعيداً عن صخب وزحمة المدينة. تم إنشاء حديقة ماجوريل على يد الفنان الفرنسي جاك ماجوريل، والحديقة لوحة فنية رائعة أبطلها 300 نوع مختلف من النباتات زرعها الفنان ماجوريل في هندسة وتناغم جميل. وفي 1980 بدأت أعمال ترميم وتوسيع الحديقة على يد مصمم الأزياء الفرنسي إيف سان لوران بعد ما كان من المحتمل هدمها، واللي تم تسمية الشارع باسمه بعدها تكريما ليه. 5. قصر البهية مراكش. من معالم المغرب الأثرية اللي لسه محتفظ بتصميمه ورونقه القصر الملكي قصر البهية. بيقع قصر البهية على طول شارع رياض زيتون الجديد جنوب شرق المدينة، بنى وزير السلطان المغربي سي موسى في 60ات القرن الـ19 بنية انه يكون اعظم قصر في عصره.
بيشتهر قصر البهية بالألوان المميزة اللي بتكسو جدرانه وأرضياته وأسقفه. والنوافير الأنيقة الضخمة اللي بتزين ساحاته. ولكن الشيء اللي بتلاحظه هو فراغ القصر من كل مقتنياته بسبب حالات النهب اللي حصلت بعد وفاة نجل السيموسة. 6. قصر البديع مراكش. تم الإطلاق على قصر البديع القصر الذي لا مثيل له. بنى السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي قصر البديع بغرض الاحتفال بانتصاره على الجيش البرتغالي في معركة وادي المخازن سنة 1578، وتم تخصيص القصر للأفراح والاستقبال الضيوف وسفراء الممالك والعلماء والشعراء واللي بدورهم أبدوا دهشتهم بجمال القصر وعلو أسواره واتساع ساحاته المسنودة بأعمدة الرخام وأرضياته المزينة بالزخارف والزليج والفسيفساء، واللي بالرغم من ضمور معظم ساحاته إلى أن بقايا أرضياته ما زالت شاهدة على روعة القصر. وفي أحد قاعات القصر بيتم عرض شكل القصر قبل حالات النهب ونقل ممتلكات الثمينة في عهد المولى إسماعيل للعاصمة الجديدة مكناس. 7. مغارة هرقل طنجة. من المعالم اللي هيفوتك كتير لو ما زرتهاش في المغرب. بتقع كهوف هرقل على مسافة 14 كيلومتر غرب طنجة بالقرب من منارة راس بارتل. التصميم والبنيان الخرافي للمغارة الصخرية من الداخل مع الإضاءات الخفيفة المنبعثة من أرضيتها هتحسسك إنها من عالم تاني. أكتر شيء هيبهرك في المغارة هو بابها العجيب واللي بتشبه فتحته رسمة القارة الإفريقية على الخريطة. وأجمل ما بيميز المغارة إطلالتها الرائعة على المحيط الأطلسي واللي بتقدر تتأمله وتستمتع بمنظره الخلاب من خلال فتحة باب المغارة. ووفقاً للأسطورة اليونانية يقال إن هيراكليس نام في المغارة وهو في طريقه لسرقة 3 تفاحات ذهبية من حديقة هسبريتس. 8. شيف شاون. المدينة الاستثنائية بين باقي مدن المغرب بلون بيوتها الأزرق والأبيض على جبال الريف الجميلة وساحل البحر الأبيض المتوسط. بتقع جوهرة الشمال شيف شاون. لك أن تتخيل حجم الجمال وحجم السعادة اللي ممكن يسيبوا اختلاط الأخضر بالأزرق على المدينة الصغيرة في نفسك. 9. جمال شيف شاون بيتخطى مناظر البيوت الزرقاء لجمال مش هتصدقه. أقشور. فعلى مسافة نص ساعة من شيف شاون بتوصل لجمال منقطع النظير لطبيعة أقشور وشلالتها. تسعة. فاس البالي فاس. المدينة الزحمة جداً لأي حاجة باستثناء المشي على الرجلين. فاس البالي قلب مدينة فاس بالمغرب. فاس البالي هي المنطقة القديمة بمدينة فاس والمعروفة بالمدينة، واللي بتتميز بشوارعها وأزقتها الضيقة اللي بيوصلوا ل 9400 شارع وزقاق، فتحس إنك ماشي في متاهة. أبرز معالم فاس البالي البوابة الزرقاء والمعروفة باسم باب بوجلود المبنية من البلاط الفسيفساء. البوابة بترحب بيك بلونها الأزرق الأنيق وبتودعك من الناحية التانية بلونها الأخضر. وبتضم فاس البالي أقدم جامعة في العالم، جامعة القرويين. ده غير إن شوارع فاس البالي بتزدحم بالمساجد والمدارس الإسلامية وأكشاك بايعين التوابل والتمور وعشرات المدابغ الجلدية.
وعلى ذكر المدابغ الجلدية، فضروري تزور دار شوارة للدبغ، أكبر دار للدبغ في فاس، واللي بيتم فيها تحضير جلود الحيوانات بالطريقة القديمة في أحواض من الحجر الجيري بأصباغ طبيعية. عشرة، مكناس، من أعرق وأقدم المدن المغربية. بيرجع تاريخ تأسيس مكناس للقرن العاشر، وهي كانت العاصمة في عهد المولى إسماعيل، واللي تاريخها مازال بتحكي المدينة القديمة. ساحة الهدان هي الساحة الرئيسية، واللي بتفكرك بساحة جامع الفناء، وقبال الساحة بتلاقي باب المنصور، بوابتك لعالم من المواقع الأثرية والتاريخية في المدينة، زي مسجد الجامع الكبير بمكناس، المدرسة البعنانية، وضريح مولاي إسماعيل مؤسس المدينة. إلى أن المتعة الأكبر اللي بتعيشها في المدينة القديمة هي مجرد المشي في شوارعها وأزقتها الضيقة وسوقها القديم اللي بيسخر بكل منتجات الحرف اليدوية. حداشر، ورزازات. تخيل أن أجزاء من مسلسل Game of Thrones تم تصويرها في المغرب، في مدينة هوليوود الأفريقية وأرض الاستوديوهات الطبيعية ورزازات، وبتشتهر بأكبر استوديو تصوير في المغرب، وهو استوديو أطلس، واللي تم فيه تصوير بعض الأفلام الهوليوودية المشهورة زي فيلم جلادياتر سنة 2000. 12، مضيق تضغى، واحد من أروع الأخاديد في العالم. بيقع مضيق تضغى على الجانب الشرقي من جبال الأطلس الكبير، على بعد 14 كيلومتر من مدينة طنغير. نتج مضيق تضغى من نحت نهرين تضغى وضادس في الجبال، وبيبلغ عرض المضيق في بعض المناطق لعشرة متر، قدام ارتفاع أكثر من 150 للمنحدرات على الجنبين. وبالرغم من جفاف الأنهار، إلا أنه ما تبقاش غير خيالك اللي يصور لك القوى الطبيعية اللي نحتت الأعجوبة دي. بالرغم من وجود مضيق تضغى في منطقة نائية في المغرب، إلا أنه أصبح وجهة سياحية مشهورة، واللي تم تجهيزه على مر السنين بمسارات للمشي المسافات طويلة، بجانب طريق ترابي تم صيانته بشكل يسمح للزوار بالسير على طوله. 13، شلالات أوزود، من أروع شلالات المغرب وشمال أفريقيا. بتقع شلالات أوزود في جبال الأطلس الكبير فوق قمة إقليم أزيلال، وهو على مسافة 150 كيلومتر بالعربية من مراكش، وبيبلغ ارتفاع شلالات أوزود 110 متر. فتستمتع بالتمشية لأسفل شلالات أزود وسط أشجار الزيتون اللي بتغطي الطريق، وتاخد جولة بالقارب في قاع الشلالات. 14، حديقة طبقال الوطنية، جبل طبقال، من أصعب المغامرات اللي ممكن تاخدها في المغرب، مغامرة التسلق على أعلى قمة في شمال أفريقيا، قمة جبل طبقال في حديقة طبقال الوطنية. بتبلغ مساحة حديقة طبقال الوطنية 380 كيلومتر مربع، وبتبدأ الحديقة في وسط جبال الأطلس الكبير بين وديان نفيس وأوركا. تقدر تتمشى مسافات طويلة في الحديقة بدون ملل، وده لأنك هتلاقي كتير من مسارات المشي، وبتعدي على مجموعة من الوديان اللي بتساعدك في التأقلم قبل رحلة الصعود لجبل طبقال. بالرغم من أن حديقة طبقال بتضم قمم جبلية تانية بيزيد ارتفاعها عن 3660 متر، إلا أن صعودك لأعلى قمة جبلية في شمال أفريقيا هو الهدف الأسمى من زيارة الحديقة. 15، شاطئ أغادير، المنتجع السياحي الرئيسي ووجهة العطلات الأولى في المغرب. بيضم شاطئ أغادير الممتدة على مسافة 30 كيلومتر مجموعة من أرقى الفنادق والمطاعم والكافيهات العصرية. بتقدر تسترخي على الشاطئ في هدوء
قدام المية الفيروزية والرمال الذهبية وأشعة الشمس الساطعة معظم أيام السنة، أو تمارس الألعاب المائية، أو تطلع رحلة بحرية على واحد من اليخوت. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبتك حلقة النهاردة اعمل لنا لايك، واكتب لنا في التعليقات ايه الأماكن اللي سحرتك بجمالها في المغرب، وما تنساش تضغط سبسكرايب وتفعل الجرس علشان ما تفوتكش حلقتنا الجديدة.